المصريين فعلا مهمين. وهنا بقى مش بس أهميته كعقل، ولكن أهميته كإنسان. زي ما تشوف كده البادرة اللي تقدم بيها، أو المبادرة اللي بيتقدم بيها وبيحاول يشتغل عليها ويساعد فيها دكتور أسامة حمدي لتوفير هذا الجهاز بأقل قدر ممكن من العبء المالي، أو حتى ولو من غير فلوس خالص، لأولادنا مرضى السكر. المصري مش مجرد كمان عقل عظيم، المصري نفس براقة، نفس براقة. طيب تعال نروح بقى لسمر حمزة. سمر حمزة مصرية تفوز بالمركز الأول على مستوى العالم، فتحصل على 2 ذهب في إفريقيا في المصارعة الشاطئية والمصارعة الحرة. سمر بطلة العالم في المصارعة، أهلا 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 يا كابتن سمر. أهلا بحضرتك، عامل إيه؟ 1,000,000 مبروك. الله يبارك فيك، متشكره جدا والله. رفع راسنا ومظبطانا ومفرحانا. ربنا يخليك يا رب، افضل كده يعني رفع علم مصر دايما، ودايما بالذهب يا رب. الذهب وقدود دايما، ذهب على طول. ايه اللي شدك للمصارعه يا سمر؟ والله موضوع المصارعه ده صدفه، يعني هو انا دخلت المصارعه صدفه، يعني مجرد كنت بتفرج على الاولمبياد 2012 واللعبه عجبتني فدخلتها والله. مجرد صدفه. كنت تتصوري وقت ما لعبتي مصارعة في البداية خالص انه هتبقي بطلة عالم تاتش وود وما شاء الله؟ لا والله، هو يعني اول ما بدأت يعني الموضوع كان بالنسبة لي صعب شوية، لاني طبعا المنافسة هنا في مصر كانت يعني قليل جدا ان احنا في بنات تلعب مصارعة، وان هم يشاركوا في بطولات دولية كان موضوع قليل. كنا اخر حاجة كنا بنشارك فيها افريقيا، وان بنت تطلع بره يعني تلعب بطوله عالميه او دوليه دي وتحقق فيها، دي كانت يعني هم كانوا شايفينها مستحيله، لان طبعا احنا عندنا في مصر يعني ان دي لعبه عنيفه جدا، والبنت تكمل فيها للمدى ده لا ده صعبه. بس مع الوقت يعني ابتديت ان انا لا انا عايزه ابقى احسن، عايزه اقلد فلانه، عايزه ابقى شبه البطله كذا. لا موضوع فرق معايا كتير ان انا عايزه ابقى عالم اولمبياد، فالحمد لله يعني وصلت، ولسه ان شاء الله لباريس بقى. ايوه باذن الله. عامله حسابك على باريس؟ ها طبعا طبعا. ذهب 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 على راي طارق علام، ربنا يديله الصحه. ذهب لا ان شاء الله، ان شاء الله ذهب باذن الله باذن الله. مين شجعك في البيت ومين قال لك ما بلاش ما نشوف حاجه تانية؟ لا والله احنا ما حدش يعني وقف قدامي وقال لي لا، لاني هم شايفين ان انا ما يعني ما بحط دماغي في حاجه، او ان انا حابه حاجه بقدر ان انا اوصل فيها او احقق فيها، وانا كنت حاطه هدف قدامي ان انا لازم اعمل حاجه ما اتعملتش، لاني طبعا الحمد لله والحمد لله يعني وفضل من عند ربنا ان انا اي بطوله بطلعها او بعملها ببقى اول بنت، اول بنت، اول عنصر، اول حد يبقى مصنف اول على العالم، اول بنت تحصد ميداليه 2021 برونز بطولة عالم كبار، وبعدين السنة اللي فاتت وصلت نهائي كنت أول بنت، وإن أنا أحافظ على التصنيف بتاعي كنت سنتين أهو الحمد لله. برضو أنا بحب أعمل حاجة مميزة دايما، عشان ده اللي هي يعني ده اللي هيشجعني أكتر إن أنا يعني لازم ميدالية في الأولمبياد بقى، يعني محدش واقف قدامي الحمد لله بإذن الله. بعد اللي إحنا قلناه ده خرزة زرقاء تتلبس في رقبتنا كده. يعني وكل الآيات الممكنة لمنع الحسد والعين، والنبي والنبي لا الناس بتدعي الحمد لله يعني ما تقلقش. يا رب يحفظك والله يا سمر. طب سمر قولي لي، الرياضه بتعطل عن المذاكره؟ بتعطل عن المشوار المهني؟ لا والله خالص، يعني في ناس بتعرف تظبط امورها وبترتب حالها وبيبقى الدنيا يعني بتمشي، يعني مش بتقف، مش بتقف ماشي ماشيه لا مش ماشيه مش بتقف لا. طب دي بتتمرني قد ايه في الاسبوع؟ إيه والله حسب احنا داخلين على بطوله ولا احنا في فتره اعداد، بس الطبيعي ان احنا بنتمرن تمرينتين في اليوم، ولما بنخش على بطوله طبعا نبدا ننزل بالحمل بيبقى تمرينه واحده، عشان بقى نبدا ندي فرصه للريكفري بتاع الجسم وهكذا، فابدا اخش البطوله بقى وانا باذن الله زي الفل. اللي جاي على طول هيبقى باريس ولا في حاجه قبلها؟ لا انا اصلا كمان اسبوع ان شاء الله مسافره بطوله تصنيف عالمي في كيرغستان، ونص 7 ان شاء الله برضو عندي بطوله تصنيف عالمي عشان احافظ على الرانك بتاعي. الله اكبر. وبقى ان شاء الله بطوله العالم المؤهله للاولمبياد في شهر 9 ما شاء الله. ان شاء الله دي بقى انا عملت برونز
تاني ان شاء الله المره دي دهب، واجيب الحزام باذن الله. ما شاء الله. وبعدين بقى الفتره اللي هي بتبقى السنه بتاعت الاولمبياد دي بتبقى كلها بقى خططي اكتر من ان هي بتبقى يعني معسكرات وكده. ما شاء الله ما شاء الله. لا طالما بقى احنا هنروح، ده انا لو كده ابدا احجز تذكرتي من الان زي ما بيتقال كده، احجز انا تذكرتك. مستنيه الجمهور والله في باريس ان شاء الله. بصي اذا ربنا قدرني هتلاقيني قاعد ماسك العالم في الصف الاول وبشجع وحاجه ايه، بس ربنا يكتب لنا العمر، اهم حاجه ان ربنا شاء الله يوفقك يا ان رب. شاء الله. الف مليون مبروك، وربنا يا رب متشكره جدا يحفظك يا رب. ويحافظ عليكي. اللهم امين يا رب. امين يا رب امين. كابتن سمر حمزه بطله العالم في المصارعه، حاجه تفرح، حاجه تشرف، ما شاء الله ربنا يحفظها.